حسن مبروك MVP of the game، وشفنا game كان كتير close نقطة بنقطة بالأول، بالآخر قدرتوا حسمتوها بعد overtime. خبرنا أكتر عن الجيم. الحمد لله رب العالمين على الفوز. It was physical game. دائما الأفرقة القطرية يمتازون بالأحجام وبالphysicality، بس الحمد لله احنا قدرنا نتبع الجيم بلان مع المدرب مالنا وقدرنا نجاري الفريق، والحمد لله خذينا المباراة.